السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الرجلة تاع الجزائري، وين شنا كيفاش ماندي يرفض الخيانة ويتحول إلى بطل قومي في بيتيس. هذا هو رياض محرز بعد ما العام اللي فات شناه من تكلم على الاعلام تاع الجزائر، تكلم على الجزائر فخر كبير. يعني تشوف كيفاش الجزائريين كيفاش دايرين، تشوف كيفاش الجزائريين كيفاش دايرين. كيجي واحد يتكلم لك هذو لا بالك، جاو في وقت كنا وقت حساس، جاو رفضوا الرايه الوطنيه في وقت حساس، جاو مدوا للجزائر بعد على ما كي جاو في وقت حساس. على نقول وقت حساس، بعد ما العصابه كانت تحوس تحطم كل شيء في الجزائر، كانوا يحوسوا يحطموا كل شيء في الجزائر. وشنا هذو اللعابه جاو مثل محرز، ماندي، غلام بن بولحي، قديورة، فيغولي، ابراهيمي، والقائمه طويله. جاو في وقت بصح شكون تخطيط من تخطيط السيد الحاج محمد راوراوا، جاب ناس ما عراوش وراو لنا ظهورهم، ما جابش ناس اللي يورو لنا ظهورنا، يورو ظهورهم. جاب ناس اللي حماو الجزائر بصدورهم ماشي بالمؤخره. راك تسمع يا سي زاتشي، السيد انا نقولها اللي بغا واللي ما بغاش، انا الغالب هذه هي، خاطر نهار اللي يولوا نعترفوا بالرجال فما كيولوا يحترموا نهار اللي الشعب نحترموا، نقولوا نحترموا رجال اللي قدم نحترموه، فماك ربي يدينا العزة، ربي يعزنا. بصح ما دامنا ندورو على أي واحد، ندورو على أي واحد اللي يجي بقلبه ونيته نروحو نسمعو. خاطش علاه ناس ولات تعاير في الحاج واحد السنين 2017، شكون اللي كان يهدر فيه؟ شكون اللي كان يهدر فيه وكان يدور في الرأي العام؟ شكون؟ زين عامر وكمال مهوي. عاد تشوف كيفاش هادو دورونا، وكيما هذاك بوي ولا ما كيسموه نوي هذاك، ولا يعاير في الحاج ويعاير في محرز، ولا يقول لك كرع المعزه، وشنا كيفاش ولاو يلعبوا بهم، وشنا قنواتي 2017 2018 كانوا يعايروا فيهم، بعد ولاو يلبسوا، بعد لبسوكم الكسا تاع ليكيب ناسيونال، عطاوها لكم انتوما لبستوها، تريكوات تاع ليكيب ناسيونال لبستوهم انتوما. بصح حنا كنا نتبعوا في رجال كانوا حامين الجزائر بصدورهم، واحد كيما ماندي، كيما غلام، كيما كانوا بصدورهم. بصح نتوما روحتوا جبتوا واحد بغى يحمي الجزائر بالمؤخره تاعه، فهمناش انا نهضروا ولا كيفاش؟ راكم عارفينش انا نهضروا. وين ماندي يرفض الخيانه ويتحول الى بطل قومي في بيتيس، وكشف موقع ديبورتي الاندلسي بان المدافع الجزائري عيسى ماندي رفض انتقال الى نادي اشبيليا الاسباني في الايام الاخيره من تحويلات الصيفيه على الصيف هذا. وهذا فخر الجزائر، لازم نقولوا فخر الجزائر، خاطر باش نبقاو ما نبقاوش نقولوا فخر العرب، فخر العرب ماشي قضيه تاع ماشي العرب، هذو الناس هذو اللي خرجوا خارج على ما تعرفه، لا ماسوني ولا ما تنجمش تعرفه. الهود على راهم طايقين علينا، الهود نعلم ما نولوش نكذبوا، ما نخونوش بعضنا بعض، ما ندوروش على بعضنا بعض، ما نكشفوش السر تاع بعضنا بعض. الهود راهم دايرين لنا كل حجره السما محطوطه، يزغدها كيما يبغي وتضربها وما تهدرش. الحجره تضربها اي ها هدر، قال لي بركة، ها قال لي بركة بركة. حنا راه صارينا كيما هاك، نتحول، يحولونا من هي يجيبونا من كاش لي يهدر، شكون لي يهدر؟ شكون يهدر؟ مكاش. نهار اللي نولو نحترمو ناس اللي قدم لك
خاطش عليه تيب واحد تيب مخنث يهدر على راجل مخنث خادم كواعط تاع تشكشبيله تيبو خادم كواعط تاع تشكشبيله تعمل كواعط تيبو خادم كواعطو خادمهم تشكشبيله فتش على كواعط نقولو تشو ريزيدونس تاعك تاع الجنسيه كي درتها تيبه تشكشبيله شو حنا ما نحترموش نهار اللي نولو نحترمو احترمو ناس اللي خدموا اللي خدم الوطن تاعو وبقى الحاج على بالك هذو الوزارة العصابة كانوا كلش مطيحينه تحت الحاج هو اللي كان رابط الحاجة اللي كانت طالعة الحية اللي كانت طالعة الحاج كان مطلعها طوب ولا يبان الاقتصاد الطب الاخر منا ولا يبانو كاع تحت الارض مكاش فوطمة شا قالك لازم كلش يهود وشناهم كيما شناهم خلينا من الكوب دافريك شناهم مي كانت العصابة كلش هودو باش يكون عباك شكون اللي ولا يهدر في الحاج واحد كيما كمال مهوي واحد كيما زين عامر واحد كيما النوي يهدر في الحاج وكاينين الناس ولاو مأمنينهم خلينا من قناة الهداف هذيك خلينا هادو أو خلينا عندهم مرض يدوروا عليك السلام عليكم الطبسي تاع سردينة خمس حبات سردينة يدور أنا نقولكم وين عاودوا نولوا نتكلموا وين أكد الموقع الإسباني الشهير بأن المدرب إشبيليا كان يريد ماندي في الدفاع لأن هذا المدرب وكما هو معروف يلعب بطريقة لعب تناسب وين رياض ماندي يلعب ماندي والمدرب شاف في ماندي طريقة اللعب تناسبه جدا وهو الذي كان دائما يلعب بأسلوب الاستحواذ على الكرة حتى عندما يكون المدرب في نادي وين كان مدرب وين هذا المدرب وين كان في نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإسباني سابقا وأوضح ذات موقع بأن عيسى ماندي رفض الانتقال إلى ريال بيتيس بعد تجربة رائعة له في انتقال من ريال بيتيس بعد التجربة الرائعة له في ريال بيتيس الإشبيلية أفضل حيث وينفضل البقاء مع بيتيس وأكد ذات موقع بأن هذا الأمر جعل إدارة نادي وين إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني تكافئه وتضعه قائد ثالث في الفريق الإسباني هذا الموسم ورفض ماندي الانتقال إلى إشبيليا لأنه غريم تقليدي لريال بيتيس في إسبانيا وأن مباراة بيتيس وإشبيليا دائما ما تكون خاصة في ديربي الأندلسي شو كيفاش لعابة شو كيفاش يحمروا لك وجهك حنا لهنا لهنا مي كان حداد وكان زين الدين فرحات وكلش كنا نديرو في تربص تاع منتخب وطني تاع اقل من 23 عام باش يروحوا يلعبوا في ريو دي جانيرو 2016 وقيلا هو قالوا قالوا راني بايعك خرج قالوا راني اخرج قالوا اطلع روح 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 راح لوهار قلع تريكو بس قلع لوهار شكون فماك حداد باش يكون هذو حقائق انا نقولو لكم ما حتى ما يهدروا لكم الصحافه صحافه على بالهم ما يهدروش واللي يبغي يهدر ما يخلوش يهدر يقطعوه ما يباش ما يباش في التلفزيون يقولوا له لا 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 حبس 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 راح يصحى حبس سايك 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 ما نهدروش هذا الهضره اي يدمروه هاي باش يكون على بالكم ماشي كذبه ولا خاطش على كنتو نتايا يهدروا كي صحافي يبغي يهدر ما يخلوش يهدر سايك سايك ما كاش مشكل لا يا وين وين هذا الموقع وين كشف ديبورتي الأندلسي بأن المدافع الجزائري عيسى ماندي رفض الانتقال إلى نادي إشبيليا الإسباني في الأيام الأخيرة وين أصبح بطل قومي في بيتيس كيفاش حنا يمين حنا ما غلطناش مي جبنا هذه اللعابة ما يخدعش ما يخدعكش ما تخافش منه ما يخدعكش يخدعكش وما تخافش منه يخدعك اللهنة اللي مساميك هو اللي يخدعك غير اللي مساميك انا نقول لكم غير اللي ربيتو هنايا وعمرت لا بوبيل تاعو تاع الاخر شنو كيفاش مخادعينا ايوا باش يدخلكم في بالي ساكم المهم
تعياد الرجال. المهم احنا في وقتنا تبعنا ليكيب ناسيونال، خاص شت واحد قال لي انتيا كنت نشوفك بلي تبغي ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال بالك مرضتني، وما كاش اللي كان يدافع على هذو اللعابه، خاص ما كاش اللعابه اللي زادوا معاهم. يا هذو اللي كانوا 2015 و2014 كانوا، كان الهداف يعاير فيهم والنهار يعاير فيهم، والنص تاع الشعب كان يقول بلي بشيخ عنده الحق وماجر عنده الحق وزين عامر عنده الحق وكمال مهوي عنده الحق وكيسموه البوي هذاك نوي عنده الحق. حنا كنا ندافعوا على هذ اللعابه، هم كاينين لي فيديو كاين الارشيف، كنا ندافعوا عليهم. كانوا دايرين كلاين المعيز دايرين حصلوا فيهم كلش. اليوم انايا راني ضد التسيير تاع زاتشي، باش تفهموا، ماشي ضد المنتخب، خاطرش على انا ضد التسيير تاع زاتشي، بصح كي جبنا كي ولينا نلعبوا ولي وربحنا كوب دافريك وربحنا، انا الاول فرحت فانيك. تحيه الجزائر.